تمت زيارتنا هذا اليوم إلى مصفى القيارة. هذا المصفى العريق في محافظة نينوى، وهو من أقدم مصافي العراق. وكان في استقبالنا السيد مدير المصفى المهندس محمد خضر، وتم التناقش في موضوع إعادة إعمار المصفى، حيث بجهود جبارة من الكوادر العاملة في مصفى القيارة، وهذه الكوادر ذات خبرة كبيرة وامتدت خبرتهم لعشرات السنين، استطاعوا أن يعيدوا بناء وإعمار مصفى القيارة بواقع 4 وحدات، حيث أن هنالك وحدتان الآن في العمل وتقوم بإنتاج النفط الخام، وهنالك الوحدة الثالثة حقيقة جاهزة للعمل وتنتظر تجهيزها للنفط الخام، والوحدة الرابعة الآن هي طور الإعمار، وإن شاء الله في المراحل الأيام المقبلة أو الأسابيع ستتم عملية إنجاز هذه الوحدة وتشغيلها وتكون جاهزة للعمل. المصفى الآن يجهز عبر منصات التحميل، يجهز بالنفط الخام إلى الموردين، وحقيقة العمل في المصفى بتفاني كبير، وإعادته عندما كان التحرير كنا نعتقد أن هذا المصفى يحتاج إلى جهود كبيرة وقد يحتاج إلى شركات أجنبية لتعود إليه الحياة. لذلك اليوم نبارك لكوادر مصفى القيارة هذا الإنجاز وهذا الجهد الذاتي الذي أغنى البلد عن صرف الكثير من الأموال والكثيرة والعملة الصعبة في إعادة إعماره. لذلك اليوم نطلب وحقيقة نؤكد على وزارة النفط وبكافة أقسامها دعم مصفى القيارة وتأهيله وإنشاء وحدات إضافية لتطوير إنتاج النفط إلى مشتقات النفط. بعد عمليات التحرير دخلنا إلى مصفى القيارة وشاهدنا المصفى قد تحول تماما إلى ركام من المباني والمعدات، وشاهدنا أيضا سرقة العديد من المعدات من هذا المصفى. وضعنا وبتوجيه من وزارة النفط ومتابعة حثيثة من قبل شركة مصافي الشمال، وضعنا خطط لإعادة إعمار هذا الصرح الكبير في محافظة نينوى، وبالفعل تم إكمال الوحدة الرابعة وإدخالها بالعمل خلال 6 أشهر الأولى بعد التحرير، وبعدها باشرنا بإتمام وإعمار الوحدة الأولى ذات المنشأ الإنجليزي، والآن الإنجاز الثالث هو إنجاز الوحدة الثالثة بطاقة 4000 برميل. أيضا هذه الوحدة الآن جاهزة للعمل وبانتظار استلام النفط الخام من حقول القيارة للمضي في تشغيل هذه الوحدة. لدينا أيضا خطط مستقبلية وهو إكمال الوحدة الثانية والأخيرة من هذا المجمع لوحدات الأسفلت، وحاليا نعد الخطط والطلبيات لإكمال المعدات والنواقص، حيث من المؤمل تشغيل الوحدة الثانية نهاية هذا العام إن شاء الله.